السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بعض أئمة الكفر: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد 7 مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك. وقال: لا والله، لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه أن الله قد غافر للكفل. عن أبي أمامة أن فتى من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأخواتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى أي شيء. ذكر أبو الفرج بن الجوزي أن امرأة جميلة كانت بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. قال: قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية، فخلى معها في ناحية في المسجد الحرام، فأصفرت عن وجه مثل فلقة القمر، فقال لها: يا أمة الله، استتري. فقالت: إني قد فتنت بك. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك وأجلست للمسألة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: اتق الله، فقد أنعم عليك وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي، كانت في كل ليلة عروسة فصيرها راهبة.
عن إبراهيم النخعي قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم من النخع فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل بالفتى، فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسمات لابن عم لها، فلما اشتد عليهما ما يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي، وقد اشتد بلائي بك، فإن شئت زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى بيتي. فقال للرسول: ولا واحد من هاتين الخلتين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. فلما أبلغها الرسول قالت: وأراه مع هذا يخاف الله، والله ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون. ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها وجعلت تتعبد. وقال مخرمة بن عثمان: نبئت أن فتى من العباد هوى جارية من أهل البصرة، فبعث إليها يخطبها فامتنعت وقالت: إن أردت غير ذلك فعلت. فأرسل إليها: سبحان الله، أدعوك إلى ما لا إثم فيه وتدعونني إلى ما لا يصلح. فقالت: قد أخبرتك بالذي عندي، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. فأنشأ يقول: وأسألها الحلال وتدعو قلبي إلى ما لا أريد من الحرام، كداع آل فرعون إليه وهم يدعونه نحو الأثام. فظل منعما في الخلد يسعى، وظلوا في الجحيم وفي السقام. فلما علمت أنه امتنع من الفاحشة أرسلت إليه: أنا بين يديك على الذي تحب. فأرسل إليها: لا حاجة لنا في من دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية. ثم أنشد: لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا، حجب التقى سبل الهوى فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة، ومعهما أصحاب لهما، حتى إذا كانوا بالإبواء نزلوا منزلا، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي. قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة، فأوجز في صلاته ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فاصب مني فإني قد ودقت ولا بعل لي. فقال: إليك عني ولا تحرقيني ونفسك بالنار. ونظر إلى امرأة جميلة فجعلت تراوده عن نفسها ويأبى إلا ما يريد. قال: فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك، إليك عني. قال: اشتد بكاؤه. فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه. قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي. فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية الدار بكى لبكائهما ولا يدري ما أبكاهما. وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا، كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألهم عن أمرهم، حتى كثر البكاء وعلى الصوت. فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت. قال: فقام القوم فدخلوا. فلبت سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة، قال: وكان أسن منه. قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما فلبتا بها ما شاء الله، فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي. فقال سليمان: ما يبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه. قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه. قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: وما هي؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا. رأيت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فجئت أنظر إليه في من ينظر إليه،
فلما رأيت حسنه بكيت. فنظر في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ذكرتك وامرأة العزيز، وما ابتليت به من أمرها، وما لقيت من السجن، وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك، وجعلت أتعجب منه. قال: فهل لا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالإبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت، واستيقظت باكية. قال سليمان: أي أخي، ما كان من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء القصة، فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء. فحدث بعدها امرأة من أهله، قال: وما ذاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار رحمه الله.